هذه الزكاة تجب على الأفراد في ذواتهم، بخلاف الزكاة زكاة الأموال فإنها تجب في المال، زكاة المال تجب في المال، وهذه الزكاة تجب على الأفراد في ذواتهم، فتجب على الذكر والأنثى والحر والمملوك، أي أنها تجب على كل ذكر وعلى كل أنثى، وتجب على الحر والمملوك، وكذلك على الصغير والكبير، فإنها تجب على كل مسلم سواء كان بالغا أو غير بالغ، سواء كان حرا أو مملوكا، وعلى الذكر والأنثى. ووجوبها على الإنسان في نفسه، فكل إنسان يجب عليه أن يؤدي زكاة الفطر، إلا أهل البيت الذين ينفق عليهم صاحب البيت، كالرجل الذي ينفق على نسائه وأبنائه فإن زكاتهم تجب عليه، فإن هذه الزكاة تابعة للنفقة، فإذا كان ينفق عليهم يخرج عنهم الزكاة، وإذا استقل الرجل بنفقته فإنه يخرج الزكاة عن نفسه. والحر والمملوك أيضا تجب على المملوك، ولكن وجوبها أيضا على السيد، خلافا لداود الظاهري فإنه أوجبها على العبد، والصحيح أنها تجب على السيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر، فدل على أن الوجوب يجب على السيد. واختلف في المكاتب الذي كاتب سيده وأدى شيئا من المال الذي يعتق به، فهذه الزكاة واجبة على الأعيان، على الذكر والأنثى، وعلى الحر والمملوك، وكذلك على الكبير والصغير.